أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. تقول الكاتبة إيفا زنكنا في مقالها بصحيفة القدس العربي: سببت عاصفة ترابية غطت 7 محافظات عراقية من بينها بغداد أكثر من 5000 حالة اختناق ووفاة لشخص واحد، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا مذهلة عن الغبار الأحمر الذي غلف الجو والناس والأماكن للمرة 7 خلال شهر. ورافقت الصور تحليلات ونظريات جمعت ما بين العلمي والتهويلي والرسمي الدعائي المطعم بالتبريرات بدرجات مختلفة، وركزت التصريحات الرسمية على التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، وهي أسباب حقيقية على مستوى العالم، إذ لم يعد الدمار الذي ألحقه الإنسان بالبيئة خافيا على أحد. ولكن ماذا يحدث في العراق؟ عند النظر إلى الوضع البيئي في العراق بالإضافة إلى قبولنا بحقيقة الضرر العالمي العام، سنجد تميزه بخصوصية تميزه عن أمريكا وأوروبا وحتى عديد البلدان الإقليمية. مثلاً، مهما حاولت التصريحات الرسمية العراقية والدولية تعليبه في ذات العلبة مع إضافة بعض التحذيرات على غرار تصنيف العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز بأيام من فصل الصيف 50 درجة مئوية، وتحذير البنك الدولي في 22 نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي. إن خصوصية الوضع الكارثي نابعة من كون الكارثة البيئية بالإضافة إلى الخراب العام ناتجة عن صناعة الحرب والاحتلال والسياسات الاستعمارية الجديدة الدولية والإقليمية المستقوية بنظام لا دولة بالعراق، المؤدية إلى تقويض الأساس الاقتصادي للحياة في المنطقة. تظهر آثار هذه الحروب والسياسة الاستعمارية فضلاً عن تجاهل النظام الكلي لمسؤوليته الوطنية في تغير المناخ المدمر واستنفاد الموارد الطبيعية وندرة المياه وتلوث الهواء والتربة جراء استخدام الذخيرة الحديثة كاليورانيوم المنظم. نبقى مع الكاتبة إيفا زنكنا، حيث قالت إن الوضع البيئي الكارثي الذي يعيشه العراق ناتج عن صناعة الحرب والاحتلال والسياسات الاستعمارية الجديدة الدولية والإقليمية المستقوية بنظام لا دولة بالعراق، المؤدية إلى تقويض الأساس الاقتصادي للحياة في المنطقة. وتظهر آثار هذه الحروب والسياسة الاستعمارية فضلاً عن تجاهل النظام الكلي لمسؤوليته الوطنية في تغير المناخ المدمر واستنفاد الموارد الطبيعية وندرة المياه وتلوث الهواء والتربة جراء استخدام الذخيرة الحديثة كاليورانيوم المنظم. وفي الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان حول تعقيد الوضع البيئي العراقي وكونه حصيلة عقود من التخريب، إلا أن التغاضي عن تحميل الغرب المسؤولية الأولى وطرح حلول لا تحيد عن صراط ذات الأنظمة التي سببت الخراب لن يؤدي إلى تنظيف البلد وإيقاف التدهور نحو الحضيض. وتشير التقديرات إلى أن الحرب ضد العراق سببت إطلاق 141 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2003 و2007، أي أكثر من 60% من جميع دول العالم. وكانت العالمة العراقية الدكتور سعاد العزاوي والدكتورة المصرية بياتريس بقطر قد وثقتا في عديد بحوثهما انتهاك الولايات المتحدة للقوانين الدولية أثناء حرب الخليج، وفي وقت مبكر عن طريق استخدام أسلحة ذات قابلية للتأثير على المدى البعيد مما يسبب تدميراً دائماً للبيئة الطبيعية حتى بعد انتفاء الحاجة العسكرية لها، وهو ما أثبتت الأيام صحته، خاصة بعد أن واصلت أمريكا خرقها لقوانين الحروب والقوانين الإنسانية في السنوات التالية وحتى غزوها العراق عام 2003،
ومن بين الأسباب المدمرة للبيئة العراقية المسكوت عنها بشكل متعمد هو كيفية تخلص القوات الأمريكية من النفايات العسكرية، وذلك عن طريق حرقها في حفر كبيرة في الأرض. احتوت النفايات باعتراف الجنود الإمدادات الطبية المستعملة والطلاء وزجاجات المياه البلاستيكية والبطاريات وحتى عربات هامفي بأكملها. أدى الحرق إلى إصابة الجنود بأمراض خطيرة. يقول الضابط المتقاعد براوير: كان الدخان ساماً، إنه قاتل صامت، وقد لا يقتلك في ساحة المعركة غداً إلا أنه سيتسبب في أضرار صحية طويلة المدى. ونحن نرى ذلك الآن، نرى ذلك كثيراً، وقد أدى تزايد ظهور الأعراض المرضية على الجنود إلى تأسيس جمعية للمطالبة بالرعاية الخاصة وتعويض المصابين من الجنود، بينما لم يحدث إطلاقاً أن طالب أحد سواء من الساسة العراقيين أو الأجانب أو حتى أعضاء منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتحقيق في الأعراض المرضية التي تعرض لها المواطن العراقي جراء حرق النفايات السامة، ناهيك عن المطالبة بالتعويضات. أما من صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالا للكاتبة نور العبيدي حول الديمقراطية في العراق، كتبت فيه: ساسة العراقي أو من يوصفون بهذه الصفة ادعوا أنهم سيعملون على خدمة العراق بمجرد دخولهم إلى العراق مع قوات الاحتلال التي جعلت من أرض السواد أرض دمار وخراب ودماء تهيمن عليه الإمبريالية باستخدام القوة وعمليات التغيير الجيوسياسية والديمغرافية التي مزقت وحدة البلاد. وقد افتضح أمرهم، فأثبتوا بالتجربة المتكررة بحكوماتهم وشخوصهم وأحزابهم أنهم جاءوا لتدمير العراق وتمزيقه، ولكن حبل كذبهم قصير وقد انقطع، فلم يعد يثقوا بهم الشعب ومحاسبتهم باتت قريبة، فوهم ديمقراطيتهم انكشف وسيتم إغلاق الستار بعد انتهاء دورهم المزيف. وضعوا دستورا جديدا للعراق تنص مادته الأولى على أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق كما يزعمون. ولكن ما حدث عكس ذلك تماما، فوحدة العراق أصبحت على شفا جرف هار وسيادته ذهبت أدراج الرياح، فتغول إيران في العراق وتحكم أمريكا به يجعل من العراق بلدا محتلا لا يملك من سيادته سوى تنفيذ الأوامر الخارجية التي تملى عليه من إيران وأمريكا. هذا معنى السيادة في عقول ساسة العراق الطارئين. فمثلاً ما تسمى الانتخابات النيابية التي ظاهرها الديمقراطية وباطنها اختيار الأشخاص من قبل جهات خارجية من خلال التلاعب والتزوير بصناديق الاقتراع ووضع أشخاص غير مؤهلين من أجل البقاء في السلطة وخدمة المحتل، فهل ما جاء به الاحتلال وأذنابه هي الديمقراطية؟ ألم يكن التعبير عن الرأي والمظاهرات هي إحدى مظاهر الديمقراطية؟ ولكن عندما انتفض الشعب للمطالبة بأبسط حقوقه الضرورية التي هي من ضروريات الحياة، اجتمعت الحكومة وأحزابها وميليشياتها ليس لخدمة الشعب، وإنما لقمع كل من يطالب بحقه ويعبر عن رأيه، حتى ذهب عشرات الآلاف من المصابين وأكثر من 1000 شهيد بيد القوات الحكومية وميليشياتها. فهل هذه هي الديمقراطية المنشودة؟ وفي صحيفة المدى وجدنا مقالا للكاتب علي حسين جاء فيه: في بلاد الرافدين حزب من المنتفعين يضم عددا من السياسيين والمسؤولين الكبار ممن إذا أصابت الناس مصيبة لاذوا بالصمت الذي هو في عرفهم أبغض الحلال. ومن المفارقات العجيبة في العراق بلد العجائب أننا لا نجد مسؤولاً واحداً يعترف للناس ويقول تعالوا يا جماعة حاسبونا.
بعد أن أصبحت خطط التنمية والحرية والرفاهية والخدمات مجرد حبر على ورق، ومن المفارقات أيضاً أننا لا نجد سياسياً في هذه البلاد يلتزم بقضايا المجتمع ويدافع عن قضايا الناس قدر التزامه بالدفاع عن كتلته السياسية ومصالحه الشخصية ومستقبله ومستقبل أقاربه وأحبابه. يتحدثون في السياسة ويؤسسون لتكتلات جديدة، ولا نسمع منهم صوتاً واحداً يدافع عن المقهورين ويستمع لشكواهم. غرق الآلاف من الشباب في بطالة قاتلة، وانتشرت المخدرات وسيطرت العشائر على مقدرات البلاد، ونهبت ميزانيات بعشرات المليارات من دون أن يظهر مسؤول عن هذه المأساة، وقتل مئات الشباب كان ذنبهم الوحيد أنهم توهموا أن الديمقراطية العراقية التي يتغنى بها الجميع سوف تحميهم. نسمع كل يوم تصريحات عن مئات الآلاف من فرص العمل التي لا تجد لها صدى في الواقع، وطالت نسبة الفقر طبقات كثيرة من المجتمع، فتحول البعض إلى طبقة معدمة لا تجد ما يسد حاجتها من ضرورات الحياة. وحزب المنتفعين منشغل باحتكار المناصب وتوزيع عطاياه على المقربين منه. يحاصرنا الخراب فيخرج أحد المنتفعين ليقول إن العراقيين يتنعمون بخيارات الديمقراطية والحرية. يأبى حزب المنتفعين أن يخرج عن انتهازيته. لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية، وعلى المواطن أن يدفع ثمن تهوره وذهابه إلى مراكز الانتخابات. لا أمل في الإصلاح ما لم يحاسب المنتفعون عن الخراب الذي عم بالبلاد، وأن يؤمن المواطن أن حياته ومستقبله ومستقبل عائلته أثمن وأهم بكثير من أي سياسي. بحثنا في مجلة نيويوركر فوجدنا فيها مقالا أعده ستيفن ويت، بيّن فيه أن الطائرة التركية المسيرة بيرقدار نفذت غارات جوية دقيقة في أوكرانيا ودول أخرى، كما أصبحت أداة للدبلوماسية التركية ما سمح بصعود أنقرة. وأشارت إلى أن بيرقدار هي طائرة دون طيار مسطحة رمادية اللون بأجنحة مائلة ومروحية خلفية مزودة بقنابل موجهة بالليزر، وهي صغيرة الحجم وتكلف أقل من طائرات أمريكية وإسرائيلية مماثلة. إن طائرة بيرقدار تحولت إلى أسطورة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الطائرة بيعت لأكثر من 13 دولة، حيث أدخلت تكتيكات الغارات الجوية الدقيقة إلى دول العالم النامي وحرفت ميزان عدد من الحروب. ونبه محللون إلى أن مسيرات بيرقدار تحلق على مستويات منخفضة غير معتادة في الحروب التقليدية، وتستطيع تدمير أنظمة مضادة للطائرات مصممة لتدميرها. وعند سؤال مصمم الطائرة سلجوق بيرقدار عن دور المسيرات في أوكرانيا، أجاب أنها تقوم بالدور الذي من المفترض أن تقوم به، تدمير بعض أهم الدفاعات الجوية المتقدمة وأكثر العربات المصفحة تقدماً في العالم. وقال فريد ريكو دونيلي الباحث في العلاقات الدولية بجامعة جون واي إن البعض يعتبر سلجوق بيرقدار مثل إيلون ماسك. وزادت الصناعة العسكرية خلال 20 عاماً الماضية 10 أضعاف، ويتم تصنيع معظم السلاح التركي محلياً. وقال الدبلوماسي التركي السابق ألبر كوشين إن طائرات بيرقدار وبالتحديد TB2 أصبحت علامة على الصناعة الدفاعية التركية. ناقش كل من شادي حميد الزميل البارز في مركز الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز، وشاران غاروال الأستاذ المشارك في علوم الحكومة بكلية ويليام آند ماري والزميل غير المقيم في معهد بروكينجز، ناقشا الحالة في تونس وحذرا قائلين إن تونس تنزلق نحو الدكتاتورية وحان الوقت كي تقوم الولايات المتحدة بالتحرك. وجاء في مقالهما في صحيفة واشنطن بوست أن 9 أشهر مضت على بداية الانقلاب البطيء في تونس، البلد الذي منح حتى وقت قريب المثال الأفضل عن عمليات التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط،
وبعد إغلاقه البرلمان في تموز يوليو علق الرئيس قيس سعيد الدستور وحل المجلس الأعلى للقضاء وفي تحرك مثير للقلق. سيطر سعيد على هيئة الانتخابات المستقلة بشكل يسمح له بترسيخ دعائم حكمه، وتساءل الباحثان عن الوقت الذي سيمضي على عملية الاستحواذ على السلطة حتى لا يكون هناك أي مجال للتراجع. إن العالم يراقب التطورات في أوكرانيا برعب، وهو ما يجب عمله. ووصف الرئيس جو بايدن المعركة في أوكرانيا بأنها حرب بين الديمقراطية والديكتاتورية، لكن الشرق الأوسط وفي الفترة الماضية كان ساحة مهملة في هذه المعركة، إلا أن الأزمة الحالية في تونس تعطي فرصة لإرسال إشارة قوية جداً للدفاع عن القيم الديمقراطية. وحتى هذا الوقت تردد المسؤولون الأمريكيون في وضع ضغوط شديدة على سعيد، وتعاملوا مع تحركه في تموز يوليو بأنه تحرك حظي بشعبية، ذلك أن الكثير من التونسيين سئموا من الاقتتال بين الأحزاب السياسية التي لم تكن قادرة على عمل أي شيء ووقف الاقتصاد المتهالك. ثم جاء سعيد الذي وعد المواطنين بأنه سيتجاوز النخبة ويقدم نتائج إلى الشعب مباشرة، وأنه الوحيد القادر على حل المشاكل، إلا أنه لم يفعل. وإذا كان هناك وقت متاح لإعادة التفكير وتقييم الوضع في تونس، فهذا قبل أن ينجح سعيد في توطيد سلطته ويقضي على الديمقراطية بشكل كامل. وكما شاهدنا في معظم الشرق الأوسط وبشكل تراجيدي في مصر عام 2013، فعندما يرسخ النظام نفسه في السلطة تقل خيارات المجتمع الدولي وتتراجع فرصه للمناورة. ويعلق الكاتبان أن الولايات المتحدة قضت وقتاً كبيراً وهي تأمل أن تؤدي المناشدات الخاصة لسعيد إلى عمل الشيء الصحيح، إلا أن حث المستبدين على عمل ما يصب في مصلحة بلدانهم أو الديمقراطية حظه من الفشل مضمون. حضرت السلطات سنغافورة فيلماً هندياً مثيراً للجدل بسبب تقديمه صورة مستفزة ومتحيزة عن مسلمي إقليم كشمير، عازية القرار إلى مخاوف من توترات دينية وعرقية. وأوضحت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في سنغافورة أن قرار حظر الفيلم اتخذ بسبب التصوير الاستفزازي والمتحيز للمسلمين وطريقة إظهار الاضطهاد ضد الهندوس. وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالفيلم الذي استغله القوميون الهندوس لإذكاء التفرقة مع الأقلية المسلمة في البلاد. أما الآن نتابع بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. بهذا نكون لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم على خير مشاهدينا، إلى اللقاء.